كلمة سطر الحشر المبني ثالث سطر، ده تاني سطر أخرى الحشر المبني كلمة وأما المستحيل شرعا لقيتها صفحة 21 في الحاشية أو الهامش المبني السطر التاني آخره وأما المستحيل شرعا لقيتها. طيب ده غلط، صواب أما المستحيل عقلا، أما المستحيل مش بس نشرحها قبل ما نبدا الدرس لانها خارجه عن نطاق الدرس يعني، فنقولها كده اختصارا يعني ونبدا الدرس. فان شاء الله ان انواع الاحكام اما احكام عاديه اما احكام عقليه اما احكام شرعيه. فالاحكام العاديه ديت زي ان الميه بتغلي عند 100 وزي ان بعض الادويه بتعالج امراض معينه، دي احكام ايه؟ دي احكام عاديه. الأحكام الشرعية زي الفرض والسنة والواجب والمكروه والحرام اللي احنا عارفينها في الفقه يعني، ودي محض حكم يعني محض أحكام من الله سبحانه وتعالى. الفقيه دوره فقط إن هو يكشف عن وجودها، لا ينشئ هذه الأحكام، لأن المنشئ الحقيقي لهذه الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الفقيه كاشف عن إيه؟ عن وجودها، يعني بيجتهد علشان يصل إلى معرفة حكم الله سبحانه وتعالى من أدلتها اللي نصبها الله سبحانه وتعالى علامات موصلة إلى معرفة الحكم كالقرآن الكريم والسنة النبوية. أما الحكم العقلي فهو نحن شرحناه أول مرة اللي هو الجواز والإمكان والجواز والوجوب والاستحالة اللي هي راجعة إلى فكرة جمع المتناقضات أو الوجود والعدم يعني. فالفعل الحكم الشرعي دايما بيبقى دائر في دائرة الممكنات، يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف بالمستحيلات، ما فيش تكليف هيقول لك بتواجد هنا وفي بيتك وفي نفس الوقت. فالتكليف دائما يكون دائره الايه؟ الممكنات. فالاحكام الشرعيه تقع كلها في دائره الايه؟ الممكن. فبالتالي لما هو بيقول يستحيل الله سبحانه وتعالى واما المستحيل شرعا فلا يجوز في حقه تعالى، مش متصور ان الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، فمفيش حكم شرعي بيسري على الله سبحانه وتعالى، وانما هي صورها يعني هي خطأ بيقين صدق قلم من المحقق يعني انها صواب، اما المستحيل عقلا فهو لنا ان احنا قلنا المستحيلات العقليه ديت عدم محض لا يتصور وجودها بحال، فلا يجوز في حقه تعالى مثل ان يكون لله شريك سبحانه وتعالى، لانه رجع الى فكره الاستحاله العقليه. بعضكم استصعب شويه او ما فهمش قوي الدليل بتاع الوحدانيه، هنقول دليل تاني كده النهارده نبدا فيه ونكمل ان شاء الله من غير برضه اطاله من غير تفصيل. فمن قلنا ان في حوالي 21 دليل اقامها العلماء او كده، فاحنا بنختار يعني اختصارهم واوسطهم قدر الامكان، والا ففي حاجات ادق واطول من ذلك بس ايه هتحتاج مننا تطويل، احنا هدفنا في الدرس دوت الاختصار قدر الامكان يعني. فمن الأدلة إن إحنا بنقول إن الكون دوت موجود، فثبت يعني بنحس إن الكون وجد، تمام؟ ده يعني أمر بدني، وإن الموجود يفتقر إلى مرجح. طيب فلو قلنا إن المرجح دوت في مرجح يعني إن في كذا إله، الحاجز منه إن إما إن هو الإله كل إله فيهم كان قادر على إيجاد هذا الكون أو غير قادر، المفروض إن هو قادر. طيب لحظة الإيجاد، لحظة الكون ده بيخرج للإيه؟ لحيز الوجود. الثاني يستحيل إن هو يبقى قادر في هذه اللحظة على الإيجاد. حد يعرف ليه؟ حاجة من اجتماع مؤثرين على أثر إيه؟ شفت المقدمات اللي إحنا شرحناها في الأول ساعدنا إزاي؟ تمام. فلان لو الاثنين اجتمعوا، لو الاثنين اوجدوا الكون في اللحظه ديت هيلزم منه اجتماع مؤثرين على اثر ايه؟ واحد افتكروا مثال الحوض الميه اللي حنفيتين بتملئ في نفس الوقت كل واحده بتصب لتر في الساعه ومع ذلك يطلعوا ايه؟ لتر واحد. فدوت مستحيل. فدي برضه من الايه؟ من الادله. واليه الاشاره في الايه 91 سوره المؤمنون اللي هي اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ذهب كل اله بما خلق يعني ايه؟ هيلزم منه ان كل اله بينفرد بالايه؟
ببعض المخترعات او ببعض المخلوقات هيلزم منه ان التاني عاجز عن ايه؟ عن اجابته، او اللي عاجز هيكون اله. ده برضه من الادله الخفيفه اليسيره اللي موجوده في القران الكريم. من اقوى الادله دي اللي التعاند او التمانع، بس ده صعب شويه مش هنشرحه، اللي هو ايه؟ ده على بعضه اللي هي لو كان فيهما الكتب الى بعض فسدت، ولكن ده في شيء من التطويل يعني، فنكتفي بالدليلين دلوقتي يعني مش هنطول. اللي عايز يقرا في المطولات او يقرا او يبدا دروس اكثر تطويلا. فنقرا المتن ونرجع ليه المعاني اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت. واقسم الايمان بالله تعالى قلنا هو تصديقه بانه موجود واجب الوجود. يعني ايه واجب الوجود؟ يعني لا يتوقف وجوده على ايه؟ لا يحتمل العدم، ولا يتوقف وجوده على الموجود، تمام؟ ولا يتصور فيه الايه؟ ولا يتصور فيه العدم. ده قلنا دي معاني واجب الايه؟ الوجود. متصف بالقدم، المعنى القدم هو سلب العدم الايه؟ السابق، ما فيش لم يسبقه عدم. والبقاء وهو سلب العدم الايه؟ اللاحق. والوحدانيه وهي نفي الشريك في الذات او في الصفات او في الافعال. والقيام بنفسه اللي هي ترجع ان هو معنى اسم الله سبحانه وتعالى الغني، اللي هو الاستغناء عن الايه؟ عن المحل وعن المخصص وعن المرجح وعن سائر الاستغناء عن الغيب يعني لو بصيت كده. والمخالفة للحوادث ان هو كل ما جرى على المخلوقات اللي هي ايه الحوادث؟ ما هي الحوادث؟ المسبوقة بالعدم. فكل ما جرى على المسبوقات بالعدم، كل ما كان من احكام المسبوقات بالعدم فهو منفي عن ايه؟ عن الله سبحانه وتعالى. فيبتدي يستحيل على الله المكان، يستحيل على الله الزمان، يستحيل على الله الجسمية، يستحيل على الله التركب، يستحيل على الله الحركة، يستحيل على الله الافتقار، يستحيل كل ما تتصور. طبعا قلنا ان النفي ده اخر له. القرآن اهتم اكثر بالنفي اكثر من الاثبات، يعني معظم ايات الايه؟ القرآن بتنفي، تمام؟ زي قلنا زي قل هو الله احد، كلها عبارة عن ايه؟ سلوك. لأن الأحد أصلاً معنى سلبي، يعني معنى سلبي تسلب معاني، يعني نفي الشريك هو نفي، تمام؟ لم يلد هذه نفي، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ونبني عنه الصاحبة وكذا، ولكن احنا ما نتوسعش في النفي في المنافي إلا بقدر التوهم. يعني لو كنا عايشين مع ناس بتعبد الأصنام نبدأ نقول إن هو مش في الأرض، ولا مش جسم، مش متحيز له. لو قاعدين مع ناس بتعبد الحشرات هنقول لهم ان هو ما هوش حشره ولا هكذا، والا فكل فالنفي لا نهايه له، ولكن باعتبار التوهمات اللي موجوده في اذهان الناس في كل عصر بنبدا نهتم بالايه؟ بالنفي. فمن اهم الامور اللي تنفى في هذا الزمان الجسميه اللي شيوعها على اذهان الناس، ان الناس ده انا متخيل ان الاله دلوقتي قاعد على الكرسي وطالع ونازل وايه؟ وطالع في التلت الاخير ونزل في التلت الاخير. فالمعاني ديت كلها للاسف سادت في اذهان الناس، فمتخيل ان الاله ده في السماء وغيره الى اخر هذه الايه؟ المعاني الباطله. فده كله لازم ننبه على هذه المعاني، ان ده كله ايه؟ محال على الله سبحانه وتعالى. وان العقائد ده تؤخذ من الدلالات الظنيه، يعني مش حديث كده معدي تروح تاخد منه عقيده كامله، فضلا من اذا كانت قامت دلاله العقل العقوله على بطلانها. لان كل نص احيانا بيتطرق اليه بايه؟ احيانا والا في بعض النصوص قطعيه الدلاله، لكن ما اكثر النصوص ظنيه الدلاله اللي هي بيحتمل الايه؟ بتحتمل الروايات. فمثلا على سبيل المثال بس عشان نضرب مثال صغير، والا فالكلام في المتشابهات لا اخر لها، يعني الايات والاحاديث المتشابهه طويله. مثال مثلا حديث السماء بيستدل به البعض ان الله سبحانه وتعالى في الايه؟ في السماء. فمثلا بعض الروايات ما سالهاش النبي صلى الله عليه وسلم اين الله، انما قال من ربك، تمام؟ كما هي روايه الموضع عند الامام مالك. وفي جوابها قالت ربي الله، كما في روايه معجم الصحابه ابن مكه. فبعض روايات الحديث ما وردش فيها اصلا ذكر السماء، فمش ضمانك ان الحديث ده نروي اصلا بالايه؟ بالمعنى. فضلا من بعض الروايات اشارت الى السماء، ودلاله الاشاره دليل التنزيه، لان احنا بنقول ان السماء قله الداعي، كما ان الايه؟ الكعبه قبله المصلي، ربنا على جوه الكعبه، تمام؟ ولا لما نحط وشنا على الارض في السجود وربنا تحت الارض يعني في المسجد عشان الناس سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى نصب لنا الجهات لاننا لا نستطيع كبشر لا نستطيع التوجه الا الى مكان، يعني النفوس لا تجتمع الا بايه؟ بذكر حديث. عشان كده قالوا اهل الله قالوا ان ايه؟ ان نصب الكعبه كانت يعني الكلمه الشهيره اللي هي كانت عند الصوفيه الكبار، كان
وإني إذا كنت جعلت الكعب على أمامي والنار على يميني ومش عارف إيه بالظبط. المهم حياتي ومسيحياتي وأنا صح. حقيقة لأن هو لو تصور هيتصور هيذهب ذهنه إلى إيه؟ إلى الملأ الأعلى، إلى تصور الذات الإلهية، وكل ما خطر على ذلك فالله بإيه؟ بخلاف، لأن الذهن لا يستطيع التصور إلا من جنس الإيه؟ المشاهدة بالنسبة لك، يعني حتى كريتيف ثينكينج أو لما تحب تبدأ حاجة بتركب في الآخر رجل فرخة على رقبة فيل، في الآخر ده الإبداع، ده آخرك في الإبداع، إنك أنت تركب مجموعة حاجات على إيه؟ على بعضها من جنس المشاهدات بتاعتك أو المحسوسات بتاعتك. والا فحقيقة الانسان لا يستطيع التصور الا من جنس المعلومات، وان الله سبحانه وتعالى ليس له جنس عشان نبقى شاهدناه او شفنا منه شيء سبحانه وتعالى. فبالتالي نصب لنا الكعبة في الارض لتجتمع عليها النفس، يعني تبقى دي وجهتك، ونصب البيت المعمور في السماء ليجتمع اليه الخيال او ينزع اليه الخيال. فلما لما تيجي تتامل او تحاول تستحضر الملأ الاعلى تستحضر الملائكة وجبريل، مش مشكلة لو توهمت على اي على اي شكل. تمام. فطبعا في كلام بقى طويل ما هو المكان اصلا وما هو الزمان، ولكن ده كده بنخش في ايه؟ في المسلسل، فنكتفي كده بالاشارات السريعه. له ذات لا تشبه الذوات. فالله سبحانه وتعالى ليس بصفه، يعني كما يقول بعض الناس انه هو رحمه فقط او انه لا، الله ذات موجوده حقيقه الوجود ترى بالعين. لو كشفت الحجب ولو مكنت النفوذ ولو خلفت العاده لراينا الله سبحانه وتعالى، ولكن احتجب عنا في هذه الايه؟ في هذه الدنيا، لان نحن بندعي ان كل موجود يرى، حتى الاصوات، حتى الحروف، حتى صوتي ده ممكن يرى. تمام، بندعي ان كل موجود يمكن ان ايه؟ ان يرى، ولكن غايتنا في الامر ان الرؤيه دايما لها شروط، شروط عاديه. فنحن في هذه الدنيا محكومين بالشروط الايه؟ العاديه. هذه الشروط بتتخلف يوم القيامة. تمام، فالله سبحانه وتعالى نرى الله سبحانه وتعالى كما نرى القمر ليلة البدر، يعني طبعا التشبيه لا في الجسمية ولا في المكان، وإنما التشبيه في الوضوح، في وضوح الإيه؟ في وضوح. له ذات لا تشبه الذوات وصفات لا تشبه الصفات. الثاني فاحنا نبهنا عليه المرة اللي فاتت، قلنا إن أهل علم الكلام أو علم العقيدة اصطلحوا على إنهم يسموا الصفة في حق المخلوق عرض، ويسموها في حق الله سبحانه وتعالى صفة. ليه؟ لأن كلمة عرض مشعرة بالإيه؟ بعدم البقاء، والأصل في صفاتنا عدم البقاء. يعني حتى الصفات النفسية نفسها بتزول بالرياضة وبتهذيب النفس، البخيل ممكن يتعود الكرم وغيرها من الإيه؟ من الرضا. ممكن تعمل تاني ويبقى وش يبقى لونك برونزي، يعني حتى الألوان نفسها بتتغير في إيه؟ فصفات الانسان غير ثابته اصلا، هي حتى من غير ما تعمل تابع على حاجه بتتغير كل لحظه، بس هي بس ده برضه حاجه بنفتح الفواتير يعني. كان اسرع اوضح ليس باسرع، والا فالحقيقه ما فيش لحظه الا ويزول العرض الاول ويحدث عرض جديد. بس ايه، بس احنا مش شايفين، مش شايفين. فبالتالي فده اصطلاح. ليه اصطلاح؟ لأن كل علم لما كان فيه إشكالات معينة بيحترز عنها بأنه يتواضع لاصطلاحات معينة. فهنا إحنا بنتكلم عن الذات الإلهية، فإحنا عايزين ننفي دايما تصورات البشرية عن الإله وكل الأوهام، فلازم نصطلح نستخدم اصطلاحات فارقة بين المخلوق والإله والخالق. في اللغة العربية عادة بنستخدم الصفة مكان العرب، والعرب مكان الصفة، وإحنا الأمر إيه؟ الأمر بسيط يعني. ليه؟ لأن اللغة مش ما عندهاش الحساسية اللي في علم الكلام ديت، إن احنا ما بنتكلمش بخصوص الإله. فبالتالي فكل ما وصف به الله سبحانه وتعالى فهو صفة لا تشبه الإيه؟ الصفات. طبعًا الكثير من الصفات بتبقى مفهومة على غير معناها، فإحنا لما بنقول إن الله سبحانه وتعالى رحيم، ففي الحقيقة الرحمة ديت المعنى اللي احنا بنفهمه في حق البشر هو رقة في الطبع، ودوت معانا محال على الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنعتبر بنترجم الصفه ديت بانها ايصال الخير او اراده ايصال الخير الى العبد. فهكذا في الكرم، وهكذا في الجود، وهكذا في المنتقم، وهكذا وغيرها. دي بعضها صفات افعال اصلا. تدرس بقى الحاجات ديت في شروح اسماء الله الحسنى زي كتاب الامام الغزالي، او زي كتاب الامام الامد الاقصى الامام ابو بكر العربي اللي عايز يشتغل. ومن احسن كتب فيها كتاب الامام الرازي اللي هو مش فاكر اسمه. هو شرح برضه قدر لا بأس به لما مش كان
مش عايز تحضر الكتاب يعني، انا قلت شرح بقدر اللي بس فيه في مقدمه التفسير وفي تفسير الرحمن الرحيم برضه فيها شرح طويل بس انا بقول بس المروحه ما تسمعنيش اي حاجه. التصور ده باطل، التصور اللي انا عارفه في حق البشر باطل، فبحمله على اقرب معنى يعني اللي هو ايه الفعل اللي هو رقص طالب. بتقولي نفس الكلام بس احنا بنضبطها اكتر، طالما نفيت رقه الطبع ديت يبقى انت معايا مش معايا. لأنه موجود. نعم. ويسمع كمان لو عايز. لكن مش قضية إن العين وظيفتها إدراك الموجودات. الإدراك ده مش لا. في فرق كبير ما بين الإدراك والإحاطة. الإدراك هو أو الرؤية غير الإحاطة. الرؤية لا يستلزم منها الإحاطة، فأنا قد أرى الجبل العظيم. هل أنا أحط البصري لي؟ ده مثال في الجسميات طبعا. كان مفيش تلازم ما بين الرؤية والإحاطة. برضه يا ريت حد يوصل الصوت عشان مش سمع سؤال. لا البشر هي كده الرحمة هي رقة الطبع. هنشير للقاعدة كلية، الكلام في برضه في المسألة دي طويل ومالوش آخر، ولكن هنشير للقاعدة. هنشير للقاعدة كلية كده تسهل لكم القضية وتفهموا بيها. صلى الله النبي. يعني خدوها كده كقاعدة كلية واشتغلوا بيها، وإلا فطبعا فإن احنا نقعد نتكلم في كل قضية متشابهة ده هيخرجنا عن المفروض درس، ولكن زي ما قلنا إن دايما مش مقصودنا إن احنا نجري وخلاص طالما في حاجة إشكالات معانا ثابتة في الأذهان يعني، ودي من الإشكالات الكتيرة، تصوراتنا عن الآلات، التصورات البشرية عن الآلات دي من مشاكل كتيرة ما ينفعش نعديها. طيب اللغة وضعت للدلالة على المعاني. وضعت للدلالة على الإيه؟ على المعاني. المعاني غير محصورة. المعاني غير إيه محصورة؟ بدليل إن إحنا كل ما بنخترع اختراعات بنحاول نوجد له اسم جديد، كمبيوتر، موبايل وغيره. فعلشان كده وجدت في اللغة حاجة اسمها حركية اللغة، حركية اللغة ديت النحت اللي هي زي حوقلة وبسملة ومش عارف، لأنها بتنحت كلمة زي الاشتقاق زي المجاز، دي كلها حاجات علشان أعرف أوظف معاني ألفاظ جديدة بإزاء معاني إيه؟ المعاني اللي عمالة تحصل. طيب هل الإنسان قادر على إدراك كافة المعاني؟ وهل اللغة أحاطت بالمعاني؟ أبدا. المعاني لا نهاية. بل الإنسان يدرك من المعاني ما دخل تحت إدراكه. فبالتالي اللغة دايما بتعبر عن مدركاتنا. فكل ما بنلاقي معنى جديد بنهنج، بنحاول نوجد له بعد كده ايه؟ اما تعريف، اما اصطلاح، اما اطلاق، هكذا. فصفات الله وذات الله سبحانه وتعالى ظل داخلة تحت الايه؟ تحت المعاني. ولو وضعت لها كلمات تعبر عن المعاني، نحن لا نستطيع تصور المعاني اصلا الا بالحس. فبالتالي لو ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه سين كلمة مبهمة ملهاش دلالة إلا من حيث الدلالة المطابقية، لو تصورنا إن في حاجة تعبر فعلا عن صفة الله سبحانه وتعالى استحالة هيحصل المعنى في نفوسنا أصلا، فهتبقى الكلمة الموضوعة بإزاء المعنى ده مبهمة بالنسبة لنا، أنا مش قادر أتصورها. فلا محالة
لابد ان يعبر باللغه اللي احنا بنفهمها. فاللغه اللي بنفهمها دي ناخذها فنثبت بيها المعنى المجازي. يعني ايه المعنى المجازي؟ احيانا بيطلق الشيء ويراد به لازمه. زي ايه؟ زي مثلا لما اجي اقول لك انت مثلا اقول لحد ست كبيره مثلا اقول لها انت زي امي، تمام؟ او اقول لها امي مباشره، انا اقصد بيها انها هي اللي انجبتني، وان انا اخذت المعنى اللازم اللي هو الرحمه او الرأفه او المقام او غيره. فكل الصفات الله سبحانه وتعالى التي استخدمت في الحقيقه، تمام، هي داله على اثر. لان لا حد، احنا في الحقيقه لا نعرف صفه ولا نعرف ذات على الحقيقه، ده محجوبين عنه بالكليه. فعشان كده هتلاحظوا كل تعريفاتنا للصفات بالاثار. لما قلنا القدره صفه يتاتى بها، ما بنعرفش ماهيتها، يتاتى بها ايجاد الممكن وعدم. الصفه هي اللي بنضيف اليها وظيفه معينه او فعل معين. فبالتالي لما القران استخدم الرحمه فاستخدمها كاصل في اللغه، هي المعنى ده اللي هي رقه الطبع. فلما يجي يستخدمها في حق الله سبحانه وتعالى لازم ننزع منها كل معنى بشري. طب لما نيجي ننزع منها كل معنى بشري هنلاقيها فاضيه. هنعمل ايه؟ والله هو استخدمها ليه؟ فنثبت له لازمها. لازمها اللي هو ايه؟ إن لوازم الرحمة يصاب الخير، وديت صفة ما فيهاش إشكال، لأن ديت صفة أفعال، ما دخلناش في النوايا. فدي القاعدة الكلية اللي بتوقع الناس في إشكالية، إن هو متعود على سماع الكلمات ديت في حقه، فبينسبها على طول لله. ودوت ده الخلط ما بين المخلوق والإيه؟ والخالق. وده اللي وقع على الناس في إشكالات لا نهاية لها. تصوراتنا عن الإله كلها نابعة من الإيه؟ من الحس. عشان كده بعض النقاد قريب يقول لك إن كنت بتعود على، هو احمق، مش قادر يفهم كلامنا. ليه مش قادر يفهم كلامنا؟ اصلا انا عمالين ننفي. ايوه، احنا بننفي مش وجود الصفه، احنا بننفي قدرتنا على ادراك الصفه. فاهمين الفكره؟ والا فازاي يعني ده الفاظ، يعني ايه يعني ايه نعبد عدم؟ يعني احنا بنبدا ذات موجوده لها صفات واثرها موجوده وكل ده، وتقول لي بنعبد عدم؟ استعبط بقى. وانما غايه ما في الامر ان احنا يعني ادنى شبهه بتطرا على العقل بنهتم جدا ان احنا ننفيها عن ايه؟ عن ذات. واضح؟ فدوت المعنى. فوردت كثير من الايات والاحاديث فيها بهذا الطريقه في التعريف، علشان دي الطريقه اللي احنا بنفهم منها، فنفهم منها معنى ونسلب عنها معنى ثاني. فتبقى دايما القاعده الكليه ليس كمثله ايه؟ شيء. فكل ما خطر على بالك فالله بخلافه. هتمشي معايا بالقاعده دي هتوصل معايا نفس النتيجه. لغايه ما في الامر ان انا بختصر عليك المشوار وبقول لك تعريف ادق. فزي ما حضرتك مثلا قلت طالما نفيت الرقه خلاص يبقى احنا متفقين، اثبتي بقى اي حاجه ثانيه بعد كده. هو سمع لا بآلة ولا هو ولا هو بحاسة ولا هو كما هو في شأن البشر، وإنما الله سبحانه وتعالى أثبت لنفس السمع والإيه والبصر. السادة الأحناف تمام بيرجعوا معنى السمع والبصر هنا صفة العين، بيقولوا هي كأنه ترادف ما بين صفة ما بين نفس الصفة، تمام. فالأمر بسيط فيها. وإلا فالجمهور على أن السمع هي صفة يتأدى بها ايجاد بعض الايه؟ عذرا، انكشاف بعض المعلومات على وجه مغاير للانكشاف حصل بصفه الايه العين. تعريف ممكن يعني في الاخر مش هيديك عقد نافع.
فوالله في الامر الشرع اثبتها احنا ايه؟ نسبه توصف الله بانه سميع وانه بصير، ودي صفه من صفات ترجع الى معنى صفات الايه؟ العلم. ولكن هل في منها مغايره بينها وبين العلم؟ اه فيها مغايره، ايه هي المغايره؟ ما نعرفش. في الحقيقه ما نعرفش. ولكن لو كان الشرع اثبتها بايات كثيره زي ان الله سميع بصير، ان غيرها من الايات التي لا تحتمل الشك ولا تحتمل النجس اثبتناها. واضح المعنى؟ طيب والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت. برضو عشان نفهم القضية. كلمة الكلام برضو وكلم الله موسى ايه؟ تكليما. فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه وقع منه فعل الكلام. أو وقع منه أن هو تكلم مع عيسى سيدنا موسى، فالمتكلم هو من قام به الكلام أو من قامت به صفة الكلام. طب ما هي صفة الكلام؟ لأن ليها إطلاقين في الإيه؟ في اللغة. إطلاق في إشكال وإطلاق ما فيهوش إشكال. فأثبتنا نفينا الإطلاق اللي فيه إشكال وأثبتنا الإطلاق اللي ما فيهوش إشكال. طب إيه هما الإطلاقين؟ الإطلاق الأولاني هو كلامنا ده اللي إحنا عارفينه، اللي هو عبارة عن إيه؟ عن حروف وأصوات. يعني إيه حروف؟ يعني حروف وأصوات؟ اللي هو في الحقيقة اهتزازات أبطال الحنجرة ولا مش عارف إيه اللي بيحصل في الرئة ولا معرفش إيه اللي هو في التجاوز بتاع صدرك ديت، فعبارة عن إيه؟ زلزالات واهتزازات في الهواء وفي الرياح بتنشئ الإيه؟ الأصوات. يعني إيه؟ حركات. فما لم يحدث لم تحدث الحركة لا يحدث الإيه؟ الصوت. فعشان كده هو مجزأ إلى حروف وأصوات، وتقعدوا اللي بيدرس تجويد آ ومش عارف إيه ومد ومفصل وغيرها من الإمكان، فهي حركات وأصوات. المعنى ده لا محالة يستلزم الإيه؟ الحدوث. لأن كل حركة فهي حادثة. ونحن نفينا معاني الحدوث عن الله سبحانه وتعالى، لان المعنى ده برضه ما ينفعش معانا مع الله سبحانه وتعالى، لان في معنى تاني لما قام في النفس. تاني برضه هنفهمه على صف شكل التقريب عندنا برضه هننفيه، خدوا بالكم. يعني زي ايه؟ فكروا في اسم والدتكم. ومضوا عينيكم كده فكروا في اسم والدتكم. محدش يقول حاجه. اللي فكر كل واحد فكر في اسم والدته. اهو ما قام في نفسك ده اسمه كلام. استحضارك لاسم والدتك دلوقتي لما انا قلت لكم فكروا في اسم والدتك، تمام؟ ده اسم كلام، ولكن غير صوت وحرف، اللي هو بنسميه كلام نفسي. كلام ايه؟ نفسي، اللي هو اللي هو بيدور جوه ذهنك، ولكن ايه؟ ما خرجش صوره حروف واصوات. ده اقرب معنى نقدر نثبته لله سبحانه وتعالى، مع نفي برضه الحدوث، لان دلوقتي احنا فكرنا يعني ما كانش موجود، فاستحضاره اصلا حدوث. ده معنى الحدوث ده بقى بنسلمه. فاحنا بنثبت لله سبحانه وتعالى الكلام بمعنى انه كلام نفسي، يعني صفه امر قائم بالله سبحانه وتعالى ليس بحرف ولا ايه؟ ولا بصوت. ان الكلام لا في فؤادي وانما جعل ايه؟ اسال عليه. الكلام اللي هو حرف وصوت هو بذاته اصلا حادث. ايوه خلق ده حادث برضه. احنا ربنا اللي خلقنا برضه حادثين. ف يعني خد بالك تصور ماهية الشيء في حاجات تصور ماهيتها معنى الحدوث ملازم ليها. فانا لو تصورت بالظبط بالظبط كده. فانا لو تصورت الكلام بصورته ديت لا حروف واصوات، الحدوث صفة ذاتية فيه. فبالتالي ما في المعنى ده. فلقيت معنى أقرب لله سبحانه وتعالى وهو معنى الكلام الإيه؟ النفسي، تمام؟ الإخبار دوت فعل بقى. الله سبحانه وتعالى يخلق بقى صوت. يخلق صوت، لكن ده مش هو اللي يتكلم بصوت. فيخلق صوت، يخلق المعرفة في نفسك زي الإلقاء في الروع كما كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ تسمع صوت في الوجود، تمام؟ الصوت ده مخلوق بس ده مش صوت الله سبحانه وتعالى. احنا واضح المعنى؟ وإلا طبعا فده برضه من الإيه؟ من الأمور التحرف فيها لو أقول يعني. نعم؟ منفية؟ بثبت المعنى دوت لله، ولكن بنفي عنه معنى الحدوث اللي هو سبق العدم. يعني الله لم يزل متكلما بالقران، عشان كده بنقول القران كلام الله القديم. يعني ايه؟
يعني مش لما بعث سيدنا محمد تكلم الله بالقرآن، هو أنزل القرآن، ولكن القرآن من علمه سبحانه وتعالى، يعني هو الكلام بيبقى على وفق العلم، والعلم قديم، يعني قديم غير مسبوق لحد بعد، فعلمه لا يزيد ولا ينقص، لأن دوت مختلف حالة حالة منه مشابهة حالة، والكلام على وفق العلم. فلو تخيلنا انك انت مستحضر في لحظه كل معارفك في نفسك، هنا دوت كلامك النفسي معبر عن الايه؟ عن علمك. واضح المعنى؟ ولكن طبعا كل المعاني برضو اللي هتلاقيها ليك كبشري من الاستحضار ومن ان العلم ده اصلا تعلمته من ان هو يطرا عليه النسيان، دي كلها طبعا بننزل الايه؟ الله سبحانه وتعالى عنه. المشكله في الحوادث، المشكله في صفة يلزم منها أنه هو حادث للاثنين. هو لو شاف الحوادث فين مستحيل أكتر. لو شاف الحوادث من غير ما يلزم من المستحيل أنت تلزم له جميع أحكامه. لأن قابل للشيء قابل لضده. فلو شابه الحوادث في الحياة جائزة فهو حادث. ما معنى المشابهة؟ فأنا لما بقول إن أنا عندي صفة زي اللي عندك احكام هتبقى عارف احكام، ده معنى المشابهه. فهو حي عليم قادر مريد سميع بصير متكلم سبحانه وتعالى، موصوف بهذه الايه؟ الصفات. ويستحيل عليه تعالى اضداد هذه الصفات، وكل وصف لا يليق بتلك الذات العليه. فعشان كده بنقول ان كل كمال لا نقص فيه بنثبته لله سبحانه وتعالى. ولكن طبعا ان في كمالات فيها نقص، ففي حاجات في حقنا كمالات ولكن في حق الله ايه؟ نقص. كالجارحه مثلا، او فالجارحه زي الايد او غيره فيها كمال في حق الايه؟ الانسان، لانها بيحصل بها اكتمال البنية، ولكن لا نقص في حق الله، لانها بتدل على الافتقار وبتدل على الايه؟ على التباعد والتراحم. فيبقى الاولى دايما في وصف الله سبحانه وتعالى ان احنا نقف حيث ايه؟ نطق الشر، يعني ننطق حيث نطق الشرع ونسكت حيث سكت الشرع، لان الله سبحانه وتعالى هو اعلم الناس بنفسه سبحانه وتعالى، او مش اعلم الناس يعني اعلم العالمين سبحانه وتعالى بنفسه. فما وصف به نفسه سبحانه وتعالى نوصف به، وما سكت عنه او ان نحن نتادب ولا نخوض في الحق صفات او الكلام على الله سبحانه وتعالى بما لم ينطق به القران او لم يدل عليه دليل شرعي. علشان لا نقع في سوء الادب او نقع في اثبات معاني فاسده لله سبحانه وتعالى. طب بعض الناس هتزعل، طب احنا بنقول احنا ناس بقى تقول اصل ربنا طيب قوي وربنا مش عارف حنين علينا والكلام ده كله تمام. فديت معاني ينبغي تنزيه الله سبحانه وتعالى عنها لانها اصلا معاني ناقصه. انا فاهم ان ده مش قصدك، مش فاهم اثبات الوصف بالمعنى دوت يعني، ولكن مقام الذات الالهيه مقام عظيم لله. خليك معنا في التوحيد. كل قوم لهم مصطلح من ينفع منهم، انا بتكلم في تصوفي وانا بتكلم باصطلاح، تعالى مين القانون؟ مين القانون؟ هنفضل حنين. فالاولى هو التادب، هو الايه؟ هو التادب، لان الادب مقدم على على اي شيء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اولى الناس بالمؤمنين واقرب الناس لانفسنا وكل حاجه، ومع ذلك نهينا ان احنا نخاطبه كما نخاطب بعضنا البعض يعني، او بعضنا البعض، او ننده عليه كما ننده على الايه؟ على الاشخاص العاديين او على امهاتنا او على ابائنا توقيرا، لان في دايما جانب التعظيم في حق الله سبحانه وتعالى. ودوت امر ينبغي ان هو لا يتجاوز، العاطفه ما تخليناش نتجاوز مقام الادب. فمش معنى ان انا مثلا بحب امي قوي تمام ان انا مثلا اعملها كصديقه، اللي هو اشتمها مثلا على سبيل المثال، مثلا الاولاد بيشتموا بعض عبيط ومش عارف ايه مثلا، يقولوا بعض كده اللي هو يبقى يعتبروا دوت من الايه؟ من رفع التكلف ومن التبسط ما بينهم وبين بعض. ما ينفعش اجي اعمل والدتي بهذه الايه؟ الطريقه، علشان هي والدتي وانا بحبها وهي بتحبني، فنشيل الايه؟ نشيل فالتعظيم والادب يلتزم فيه دايما بايه؟ بما ادبنا به الشرع.
فالشرع قدمنا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الكعبه وتعظيم صفات الله سبحانه وتعالى. فنلتزم في الكلام على الذات الالهيه مقام الايه؟ مقام الادب. فما تخلوش دايما المشاعر الجياشه او التصورات الساذجه ديت تحملنا على سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى، لان مقام سوء الادب خطير يعني. لان كما نحن مطالبين بحب الله سبحانه وتعالى، نحن مطالبين بتعظيم الله وتطهيره وانشداده في الكل. لان الله سبحانه وتعالى جمع على نفسه صفات الجلال والايه؟ والجمال. فصفات الجلال عشان ترجوه، الجمال عشان ترجوه، وصفات الجلال عشان تهابه. لانك انت عشان كده قالوا الصوفيه قالوا ايه؟ ان هو قل ان يسلم مريد في مقام البسط. اللي هو ايه؟ لما بيبقى شايف صفات الجمال دايما بيسيب قلبه، تلاقيه يبدا يكسل ويبدا يهمل التكاليف والاوامر والنواهي. ده مشاهد تمام. لو الام على طول مدلعه ابنها الولد بيطلع ايه؟ مش مظبوط صح؟ فهمت توزن. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعظيم، وصف نفسه بالجميل، وصف نفسه بالمنتقم، وصف نفسه بالقوي المتين تمام. مش عشان احنا نسلبه هذه الصفات، عشان نعتدل في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ما يجوز في حقه تعالى كل ممكن وترك، فعل كل ممكن وترك. فبالتالي اي شيء هو من جنس الممكن لله سبحانه وتعالى ان يفعله او لا يفعله. فلو اراد ان يملك البشر كلهم دفع على ذلك، لو اراد ان يدخلنا كلنا النار دفع على ذلك، لو اراد ان هو يدخلنا كلنا الجنه دفع على ذلك، لو اراد ان هو ما يخلقناش اصلا دفع على ذلك. خدم دي برضه من الحاجات اللي الناس بتتوهم فيها حاجات عن الله سبحانه وتعالى، بتحط لله قوانين. اصلا ما ينفعش ربنا يعني، مين قال ما ينفعش يعني؟ لان حتى ما تظن من حكمه وما تظن من قانون وما تظن من اعتدال، هو في الاخر راجع الى طبعك وقوانينك انت. بدليل انك انت هتلاقي معاييرك نفسها، لو انت كنت عايش من 200 300 سنه او في قريه اخرى او في بلد اخرى، هتلاقي مفهوم الحكمه اصلا عندك بايه؟ بيختلف. فبالتالي قلنا ان هو قد يجمع على العبد افات الصنوف من الصنوف من الافات والابتلاءات، وما يشوفش نعيم قط في الدنيا. ده ما يفعل ذلك، مش لازم بالضروره يوم القيامه يجازيه بقى يدخله الجنه، ممكن يموت برضه في الاخر كفر ويدخله النار. فالله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما يشاء. ولما ما فهمتش الاصل ده هيلزمك اشكال كبير جدا جدا جدا، وهو ربنا خلقنا ليه؟ اتشقلب وقف على رجلك، وقف على طراطيف صوابعك تمام، مش هتلاقي غير اجابه واحده لا اشكال فيها، انه اراد نطق ولا يسال عما يقول. خلقنا بقى عشان نعبده، خلقنا مش عارف ايه، دي كلها مطلوبات مننا. لكن لو هي كانت بواعث تمام، ده لازم منها منه النقص على الله سبحانه وتعالى. الاحتياج معنى كده ان هو يعني مستني حد يعبده، حاشا لله سبحانه وتعالى. ربنا اغنى الاغنياء عنه. طب خلقنا ليه؟ ما هو عارف مصيرنا، وعارف ان احنا داخلين الجنه وداخلين النار، وعارف ان داخل الجنه وداخل النار، وجفت الاقلام وطيبت الصحف. ايوه، لانك انت مش القضيه كلها قضيه محض ايه؟ محض اراده. يعني عشان كده لما الملائكه سالت الله سبحانه وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك في الدماء، قال لهم ايه؟ اني اعلم ما لا تعلم، مش قضيه. فوقف الملائكه ولم يرضى للملائكه للدخول في هذه الايه؟ في هذه القضية. فاحنا هنخش يعني الملائكة اللي هم عباد الله المطهرين المقربين حجبوا عن معرفة هذا السر. بنقول ان هو فعله لا يخلو من الحكمة، ولكن خد بالك مش معنى الحكمة قوانيننا. فالحكمة قبل ما نطلع عليها، بل الغالب في التكاليف قبل ما نطلع على الحكمة. ليه؟ ليحصل صفة القهر، وهو القاهر فوق ايه؟ فوق عباده. لأن لو بنى كل حاجة فيها ما هي الحكمة فيها، هتبقى بتعرض على وفق نفسك يعني. وانت المقصود اخراج المكلف عن دعاية ايه؟ هوي. عشان كده قلنا ان الحج الركن الاعظم في العباده، بعض اهل العلم برضه قال ان هو من الشبهات ما لا يخرج من القلب الا بالحج. الا بالحج والايه والعمره. ليه؟ لان هو تمام الخضوع في هذه الايه؟ في هذه العباده. لف سبع اشواط. خلصت؟ تطوف من الصفا المرة سبع مرات. خلصت؟ احلى شعر. الحاجات كلها انت مش فاهمها. انت بتعمل حاجات محض ايه؟ بوس الحجر ده وارمي الحجر ده تمام؟ محض ايه؟ امتثال وتعب. هل تخلو من حكمه؟ لا تخلو،
لا تخلو بل يطلع عليها اهل الله سبحانه وتعالى، بل يطلع يعني ربنا سبحانه وتعالى قد يكشف بعض الحجب، فتفهم ليه الظهر اربع ركعات وليه المغرب ثلاثه وليه الفجر اثنين. ممكن وفي ناس فهمت كده ما صرحتش، قالت الامام الغزالي كتير يقول لنا ده من اسرار الله واحنا مش مامورين بافشاء سر المكاشف. شكله عارف يعني، هو غالبا عارف ده. بس هو بيقول ربنا منعنا ان احنا نفشي الحاجات دي، فانا عرفت مش هقول. فاحنا في فرق ما بين ان في حكمه، في فرق ما بين معرفه الحكمه، وفي فرق ما بين ان احنا ما نتوهمه مش بالضروره هو الحكم. فعشان كده سؤال ليه يا رب والحاجات دي كلها، ده ناشئ من ديت ان احنا حطينا قوانين، وده دايما الدين اللي بيروج في السنوات الاخيره اللي هو ايه؟ احنا اتهزمنا في معركه اكيد علشان ذنوبنا، تمام؟ وتهمل ايه؟ الاخذ بالاسباب او قوانين الاخذ بالاسباب. مش عارف فكل حاجه تبدا ترجعها الى ايه؟ الى قانوننا. ممكن ربنا سبحانه وتعالى ضرب الابتلاء علينا ابتداء، صح؟ مش ربنا قعد اهل مكه اهل الصحابه الكرام اللي هم المبشرين والكبار الصحابه 13 سنه بيتبهدلوا، هل بذنوبهم؟ ابتداء، تمام؟ طبعا الحكمه بتظهر التمحيص وصناعه الرجال وغيرها من المعاني، ولكن القوانين ابيض من انها ايه؟ تحكم. دايما انت قانونك البشري دايما بيبقى معطى واحد. لكن الحياه اصلا يعني حياتنا كبشر اصلا اعقد من انها توضع في قانون ايه واحد، فما بالك بقى بتدبير الكون ده كله. فمثلا انت ممكن تعمل الحاجه يعني الحدث الواحد تلاقي فيه 50 معطى ما تبقاش عارف تلحق على ايه ولا على ايه. عشان كده دايما احنا بنميل الى التسطيح والثنائيات، ومعايا ولا عليا وضدي ولا معاهم وهكذا، رغم ان في احتماليات كتيره جدا في الايه. برضه طولنا في الحته ديت علشان فيها اشكاليات دايما كتيره في النفس، ان احنا بنحب نضبط دايما كل حاجه، نسيستم كل حاجه. السيستم ده يخصك ويخصك حتى ما يخصش اصحابك، تمام؟ يعني لو عايز تحط قوانين حطها لنفسك ما تحطهاش للناس. معنى كلمة أوجبها على نفسه يعني أخبر بحصولها، وإلا فمعنى الإيجاب غير موجود أصلا، مفيش حاجة واجبها على طبعا. زي سنن الله. دي مش على سبيل الوجوب. يعني الله وضعها وإن شاء تركها وخلفها وخرقها يفعل ذلك. قلنا. فده ما اسمهوش وجوب. ده اسمه إخبار. كلمة وجوب يعني إلزام، يعني هو لا يمكنه الانفكاك عنه. ها؟ بالظبط، وجوب يعني عدم إمكان المخالفة. لا طبعا احنا مش يعني بس احنا كبشر مش محتاجين سيستم او محتاجين يعني طبيعي ان انا افكر بالشكل دوت، بس ما اقولش ان مش هيحصل يعني انا مع نفسي ممكن افكر بشكل سنة، بس ما احطش حته ان انا مش ان الملف ده يمكن لا ممكن يتخلف لو هو اراضي المنتجين. فهم. بس حتى ادراكنا للسنن الالهيه ادراك قاصر جدا، لان هتشوفوا كم سنن يعني حتى في المجتمعات كم سنن ممكن تشتغل في نفس الوقت كتير جدا، فانهي سنه هو بيعملها؟ فاذا كتب المرض على العبد هل هو اعمل سنه الابتلاء ولا اعمل سنه التكفير ولا اعمل سنه القهر؟ ما دي كلها سنن لله سبحانه. مش أطلع نفسي ما عنديش مشكله طالما نفسنا احنا بنحط نفسنا في القوانين. يعني القوانين تخصنا احنا، لكن اشكاليتنا ان احنا ندخل ربنا سبحانه وتعالى معانا في القوانين. ده هي اشكاليتنا. واجبه من حيثيه ان خلف الوعد في حق الله سبحانه وتعالى محال، لا من حيث ان الله سبحانه وتعالى يجب عليه يوفي الوعد. بس عشان كده بنقول الله لو اراد ان يعذب الطاعه لفعل، بس مش هيحصل. ليه بنقول مش هيحصل؟ عشان هو وعد. بس احنا اثبتنا تنزيه للاجابه عن الله، ما نقدرش نقول حاجه عن الله، لكن بنقول احنا بنصدق خبر الله، خبر الله لا يتخلف. من هذه الحيثيه هو وقع لا محاله، لكن ما نسميش ده وجود. تاني هو علم دقيق جدا. فأي كلمة فيها شعرة أو شبهة انتقاص من الذات الإلهية أو من صفاته بننفيها على طول.
عشان كده بندقق في الكلام قوي، عكس يعني الفقه وعكس الحاجات دي ممكن نتسامح وما نكونش برضه نفوت في الطريق. هو يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى القرآن يعني كان محطوط على نفسي الرحمة، هي نفس المبدأ دوت. يعني هو يعني ما ينفعش تنتفي صورة الرحمة عن الله. يعني إن كتب يعني أخبر بأنها صفة حاصلة وأنها صفة يعني أنها لم تتخلف، لكن لا بمعنى أنه أوجب. يعني أصلية يعني لو هو أراد أن هو لا يرحم حد هيقول له حاجة؟ بس هو ده المعنى. ما إيه معنى الوجود؟ الإلزام. مين اللي بيلزم؟ الأعلى. طب مين تفضل قولي هو اللي قدامك يوصل السؤال. انا مش سامع حاجه في كلامك، يعني قولي سؤالك وهو هيوصل لي. مش قلنا مش الكلام دليل على صفه العلم، انما نقول الكلام واقع على مقتضى العلم. وهنا الوقوع يعني مش وقوع زمني وانما مطابقه فقط، والا فلا ترتب بين صفات الله، مفيش صفه قبل صفه، لان التقدم والتاخر والترتب ده من صفات الحوادث. فعشان كده فبنقول مفيش صفه مثلا، يعني احنا مثلا بنفكر ثم نريد ثم نفعل ازمنه اهي، تمام؟ احنا بنقول لا، صفات الله كلها متساويه في الوجود من حيث القدر. الترتب ده ترتب عقلي فقط، يعني ترتب عقلي يعني بنرسم ما بينهم بمقتضى العقل لا بمقتضى الزمن. بمقتضى الزمن. اما كيفيه تكليم موسى فالاولى التفويض فيها، والا فادعوا اما ان الله سبحانه وتعالى اطلعوا على ان احنا بنقول برضه الكلام النفسي قابل للايه؟ للمعرفه او قابل. عشان كده تلاقي اهل الله برضه تخش عليهم ويقول لك انت يخبرك بما في نفسك. عرفها منين؟ سمع الكلام النفسي ده او شايفه. طلع عليه. كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح، قال له جئت تسال عن الايه؟ عن الاثم. دخل عليه قال له اخبرك انت جاي تسال عن ايه؟ قال له جئت تسال عن الايه؟ الاثم. فده اللي هي بيسموها الكشف يعني، اللي هي فدوت. فكل برضه كلام نفسي هو قابل للرؤيه وقابل للايه؟ لان يعرف. معرفته لا تعني ان هو صوت حرف. بعضهم قال ان هو خلق صوت حرف سمع سيدنا موسى. لكن احنا لا بنقول ان هو سمع الكلام النفسي، ولكن مش معنى ان هو سمع ان هو سمع على نفس قانون السمع بتاعه. كما اننا صنعنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامه لا على نفس قانون الرؤيه بتاعته. لان قانون الرؤيه بتاعنا في الدنيا بيتقال التحيز. ان انا لا استطيع رؤيه الجسم رؤيه الاشياء الا اذا كانت متجسده متحيزه. وعلى مسافه معينه وعلى مش عارف ايه، الحاجات دي كلها منفيه من ايه؟ فبالتالي عشان كده دايما بنقول الشروط العاديه دايرتها دنيوية فقط، ما نقدرش نسحب أحكام العادة في الدنيا ديت إلى الآخرة. ليس فيها من قوانين العادة شيء. الشمس بتبني من رؤوس الأبيات ده، دي لو قربت مللي من الأرض أصلا هتتحرق الأرض. يقول لك الشمس بتبني من رؤوس الأبيات. يعني في يوم ليه؟ ليه؟ لأن قوانين العادة غير قوانين العادة. فالله سبحانه وتعالى يخلق قوة تحمل في الإنسان أو يخلق يعني يجعل من شأنه تحمل القرب الشديد دوت للشمس عشان يحصل فيه الألم، يلقى في النار ولا يموت. نفس الوقت. لو ربنا أخبر عن إيه؟ ربنا أخبر عن زمن يوم القيامة لما القيامة كانت ضرورة مقدارة. هو إيه الزمن أصلا؟ الزمن من صفاتك أنت. فانت احنا هنحس بالزمن هو ايه؟ ما نقولش ان احنا مش هنحس بالزمن، لان مرور الوقت زمن بالنسبه لنا. هل هو بقى داخل في حيز الزمن الزمن ده؟ خلاص ده ادراكنا احنا للزمن، لان في متغيرات. هو الزمن عندنا نسبه متغير الى متغير. حركه الشمس واحنا موجودين، فبنحس بمرور الايام. فاحنا بنحس بمرور الزمن، وكل لحظه وكل حقبه في حقب النهار والعياذ بالله سبحانه وتعالى هي زمن بيمر عليه. لكن هل ده يقتضي ان الزمن دوت بيسري على الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده بقول قلنا عند سدرة المنتهى لما النبي صلى الله عليه وسلم راى الله سبحانه وتعالى وملاه وصفه عند سدرة المنتهى، قلنا العنديه هنا المكان للرأي لا للمرء.
سيدنا محمد هو اللي عند صدرك انت، مش الله هو اللي عند صدرك انت. لان احنا لا نفك عن هذه القواعد، لا نفك عن مكان ولا نفك عن مين؟ عن ذنب. لكن الله سبحانه وتعالى نزل عشان تعرف تلتزم باحكام كل قانون على حده. فهو قال لك قانون التقوى من ثمراته المخرج والرزق وسعة الرزق والحفظ. بس هو قال لك برضه قانون تاني ان الله سبحانه وتعالى بيمحص المؤمنين. صح؟ وقال لك من قانون ثالث ان الله سبحانه وتعالى ربما يطيل يؤخر الاجابه حتى يتذلل العبد وحتى يعظم نفسه. فالقوانين توزعت. ليه؟ عشان كل ما تفكر في قانون تاخد بأسباب وقوانين، لكن في الآخر بقى أنهي واحد شغال دلوقتي؟ مش هتعرف. ودي إشكالية أصلا في العلاقات الإنسانية حتى بيننا وبين بعض. فلان ما عملش كذا ما بيحبنيش. على فكرة ممكن يكون متضايق، ممكن يكون في مود وحش. إحنا برضو في علاقتنا البشرية برضو بنحاول نشغل فكرة الإيه؟ القانون الواحد ده. يعني كل القوانين دي صحيح؟ أكيد لما الواحد بيكشف وشك ده من ضمن القوانين ما هو بيدل انه في حاله من عدم الرضا دلوقتي، يعني في حاله من عدم السعاده. هل ده بالضروره ان هو يعني ان هو كرهك؟ فجايه منين بقى الليله ديت؟ ان احنا دايما ما نعرفش نفكر الا بايه؟ بقانون واحد، فده اللي بيدمر العلاقات. تمام؟ انت عرفت الواحده اللي انت فده اللي ما يتعلق بالإيمان بالله. طبعا قالوا ناخد حاجه كده سريعه وما نوصل للمغرب. قالوا ان بعد ما اثبتنا صفات الله سبحانه وتعالى انه قادر مبين، طبعا في صفات يعني اثبتت بعد بعثه النبي زي السميع البصير، ولكن لما اثبتنا بعض الصفات بالعقل قلنا ان في بعد كده الله سبحانه وتعالى ارسل ايه؟ الرسل. ويستدل الرسل من جمله الممكنات. يعني من جمله الممكنات يعني الله سبحانه وتعالى لو اراد ان يترك الناس في عماية وفي جهالة وفي ضلال لا يجب عليه برضه ان هو يرسل لهم ايه؟ يرسل لهم مرسلين يهدوهم او كده، ولكنه ارسل. تاني احنا هدفنا هنا تنزيه القوانين عن الجزء التقدير لنا على القوانين، لكن في الاخر هو ما سابناش الحمد لله، فنحمده ان هو ما سابناش الحمد لله. فمهما هو النبي هو رجل على المصح، لأن المصح إن ما بعثش نساء، وإلا فبعضهم من السيدة مريم نبية، وبعضهم من كان في بعض النبيات يعني، ولكن لن يثبت. والأمر دوت استقراء يعني الأمر في الآخرة ما يصطفي من البشر يعني من الملائكة مما يخلق سبحانه وتعالى. ف رجل بشري يعني تمام حمل رسالة وأمر بالإيه؟ بالتبليغ. أو طبعا في بقى تفريقات ما بين النبي والرسول وامر بالتبليغ وانا مش عارف يعني مش عايزين نخش في هنشرح المعنى الاجمالي من فكره النبوه ده بالنسبه. فهو ذكر حر من البشر حمل برساله وامر بالايه؟ بالتبليغ. فهو بيقول انا رسول من الله اليكم. انا رسول من الله اليكم. ليخبركم عن ايه؟ عن بعض ما أراد الله سبحانه وتعالى منكم. ما أراد الله منكم من إما إعلان يعلمكم به أو أراد أن هو تأتوا به من التشريعات. فلا محال عقليا أن الله سبحانه وتعالى يبعث البشر.
علشان يبلغ، عشان كده الناس اللي استنكرت دوت كانوا عايزين ملائكة مثلا، كان عايزين، فما لو ملائكة مش هنعرف نشوفهم إلا في الحالة البشرية، تمام؟ عشان يتشخصنا عيوننا ما بتشوفش الملائكة، فبالتالي هيضطر يجري على الملائكة أحكام البشر، فلو جيت على أحكام البشر هنقول إنهم إيه؟ بشر، وهننكر نفس الإنكار، فبالتالي الله سبحانه وتعالى اختار إنما البشر وأرسلهم إلينا، فلا يجب على الله إرسال الرسل، ولا يستحيل على الله إرسال الإيه؟ الرسل، مفيش إشكال في كده. فالرجل دوت اللي ارسل قال انا رسول من الله سبحانه وتعالى اليه. ما علامه صدقه؟ قال علامه صدقي خرق العاده. يعني ايه خرق العاده؟ اني اتيكم بحيث ان طبعا هو بيدعي ان هو خرق العاده مع شرط النبي، خرق العاده مع ادعاء النبوه. لان خرق العاده قد يحصل لا مع ادعاء النبوه، كما حصل مثلا لاهل الكهف، وكما حصل الخضر، وكما حصل الرجل مر على قرية وغيره، وقال الله صحنا مش أنبياء يعني. ولكن لم يحصل منهم الدعاء للإيه؟ للنبوة. فهنا خرق العادة دليل على حصول الفعل ده لا من جهة الفاعل، لا من جهة المدعى. ليه؟ لأن هو خارج عن قانون الإيه؟ عن قانون العادة. والإنسان لا يقدر خلق العادة بدون أسباب. يعني العلم الحديث مثلا خلق عادات كتيرة كانت سابقة. يعني كان مثلا لو قلنا لو قعدنا 100 سنة وقلت لك إن أنا ممكن أروح دلوقتي إلى أوروبا مثلا في ساعتين أو ثلاث ساعات، هتقول عليا إيه؟ مجنون. أو 150 سنة مثلا هتقول عليا إيه؟ مجنون. لكن دلوقتي بقت عادي. بس خدوا بالكم من حاجة، خلق العادة هنا هو مش خلق، هو في قانون، هو اتبع قانون سبب. يعني احنا لا نستطيع مجاوزة المعتاد الا بمحض الاسباب. فاهمين الفكرة؟ يعني لا نستطيع خلق العادة بمجرد بلا سبب. يعني ما ينفعش في لحظة كده ابقى قاعد عايز المية دي واحنا في عز الحر اخليها تتجمد. لازم عندنا كبشر سبب. احط عليه مواد كيماويه، اعمل اي حاجه، تمام، ولكن في الاخر ده سبب. كون ان هو مش معتاد ومش متبع، بس في الاخر في سبب موجود. لكن خرق العاده اللي احنا بنقوله في جنس المعجزات وفي جنس المتحدى بها هي لا بسبب. يقول لهم مشقت لكم الصخره وطلعت لكم منها ايه؟ نار. هو واقف مكان ولا في اي فعل ولا اي سبب تحصل. فبالتالي تخلف العادات الحاصل في العلم الحديث ده في الحقيقه تسخير للاسباب، ما هوش خرق للعاده بالمعنى اللي احنا بنقصده. فهو مخالف للعاده السابقه ومحطم للعادات السابقه، ولكن هو مش خارق للعاده، وانما هو مش على وفق قانون العاده. ولكن المعجزه امر خارق عن العاده، لا يسري على اي قانون بشري. فقلنا ان خرق العاده ده بمثابه قول الله سبحانه وتعالى للبشر صدق عبدي فيما يبلغه ايه عنه. يضربون لك مثال عشان يقربه. يقول لو واحد ملك عظيم قاعد على الكرسي بتاعه، وواحد واقف وسط الرعيه بيقول لهم انا الملك محمدني رساله ليكم. فقالوا له مش طمنا انك انت رسول من الملك ده. قال لهم علامه ذلك ان انا هشاور للملك فهيقوم وهقول له ان كنت مصادق قوموا ثلاث مرات. فلو فعل ذلك الملك وهو مش من عادته ان هو يقوم ويجلس ثلاث مرات، فده كان بمثابه دلاله على تصديق الايه؟ العبد او تصديق هذا الرب. فبالتالي الرسول بيقول ان انا مرسل من الاله، وعلامه صدقي اني هخرج لكم العاده بالايه؟ المتبع في هذا الكون من غير سبب ولا عنف قدام. فيخرقها فبتكون بمثابه الدلاله على صدق عبدي فيما يبلغه ايه عنه. عشان كده ما من نبي الا واتى بمعجزه. ما هي معجزه النبي صلى الله عليه وسلم؟ معجزاته كثيره، اما من الحسيات فعشرات، وصفهم بعضها الالف في الضعيف والمسلمين. ولكن منها ما تواتر زي سقي الجيش العظيم للماء اليسير لطعامهم من شاي واحده ل 10,000 واحد في غزوه الخندق.
أهم الجزء وغيرها من الإيه من المعجزات الحسية بتقول لكن مثلا أمر زي أمر الجيش دوت أقوى. ليه أقوى؟ لأنه هو حصل على ملأ عظيم من الإيه من الناس. ده المعجزات الحسية. مشكلة المعجزات الحسية أنها أقوى في نفوس المشاهد، ولكن إذا نقلت لك تواترا فلا إشكال فيها. يعني لو نقل لك تواترا إن هتلر كان سفاح، أو بلاش كان سفاح عشان سفاح ده حب، إن هو كان غزا أوروبا، هل يشترط إنك أنت تكون موجود أيام هتلر وتشوف هتلر وهو بيغزو أوروبا، ولا تكتفي في حصول الخبر الإيه؟ المتواتر. فنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا المعجزات الحسية دي مبدئيا. فالتشكيك إما في النقلة فحيلزم منك جحد الضروريات وتكذيب النقلة وده جنون، يا إما إنك أنت بتدعي إنك أنت مش هتؤمن بحاجة إلا لو شفتها بعينك. حيلزم منك إن كل واحد يجي له نبي على حد. وده تنطع يعني. لأن الله سبحانه وتعالى لو أرسل في بلدة واحدة نبي وأظهر دعوته ونقلت إلى باقي الأمصار نقلا صحيحا لقامت عليه ملية الحجة. عشان كده النبي ما حارسش إن هو يروح بذاته الشريفة إلى كسرى ولا إلى إيه؟ ولا إلى قيصر ولا إلى عظيم القبط ولا غيره، وإنما اكتفى بإرسال إيه؟ رسول. لأن تواتر ظهور النبي خلاص فبقى لا يشك فيه، وممكن آية الحجة كمان بإيه؟ برسالة تبين. فالمعجزات الحسية في حد ذاتها نقلت تواترا، فضلا عن بقاء معجزة أخرى وهي معجزة القرآن الكريم. أوجه معجزة القرآن كتيرة جدا. تكلم عليها الإمام الزركشي في البرهان العزيز برضه حاجة 40 وجه من أنبوب الإعجاز، كلها صحيحة كلها، لكن أقواها إعجاز البلاغ. كيف تقف على إعجاز البلاغ؟ ادرس لغة العرب. أنا بدعي إن إعجاز القرآن بدهي، يعني بدهي. يعني اللي بيفهم عربي لا يستطيع انكار ذلك. لا يستطيع انكار ذلك. طيب، الشخص الإنجليزي والشخص الأجنبي كيف تقوم عليه الحجة؟ ما يفهمش عربي. بالاستدلال. يعني بالاستدلال؟ إن القرآن نزل وسط العرب ومتحدى به إلى قيام الساعة ما كتبت بنص في مثله في البلاغ. والعرب الفصحاء من أيام من أيام ما كانوا بيقولوا الشعر والفرط والناس بتقف في الجاهلية عند الكعبة تنشد إلى مصطفى صادق الرافعي والبلغاء، يعني كلهم إيه؟ عجزوا عن المعارضة. عجزوا عن المعارضة بل لم يأتوا بمعارضة أصلا. فغير المسلم أو عذرا غير العربي يكفيه الاستدلال بعجز العرب. عايز تصل إلى اليقين الذاتي دي كده صعب. مثاله لو أنا سمعت إن طبيب عظيم جدا ظهر في فرنسا بيجيد صنعة معينة في الطب. أنا لا بأجيد الطب ولا بأجيد الإيه؟ الفرنسية. ولكن الناس بتقول على فكرة ده دكاترة زمايله كلهم بيقولوا إيه؟ إن الشخص ده متقن جدا وعالم كبير جدا. فشيء من الاثنين، إما أنا هكتفي بقول أهل الصنعة وبإذعانهم لي وده يكفيني جدا، يكفي العاقل جدا. مش قادر تكتفي وعايز تستدل، خلاص الآلة موجودة روح ادرسها واللغة العربية بالتعلم. سيبويه ده مش مصر مش عربي أصلا تمام ومخطبي الناس دي كلها مش عرب أصلا، عامة اللغة الكبار مش عرب أصلا. فبالتالي ممكن تتعلم عربي مفيش أي إشكال، يعني ما هوش علم مضمون به على غير أهلي مثلا، علم مبذول ويبذل ممكن تحصله في 4-5 سنين تصل إلى درجة كبيرة جدا من درجة الإتقان في اللغة العربية. فلو أردت إنك أنت تصل إلى درجة المعرفة اليقينية ادرس العربية. وإلا لازم إن كل واحد تخصه معجزة لذاته ما يقبلهاش غيره، فيجي لك الصيني ويقول لك طب أنا عايز معجزة بالصيني، ويجي لك الهندي ويقول لك أنا عايز معجزة بالهندي. أو إن تبقى معجزة حسية في كل بلد في كل وكل واحد يجي له في البيت معجزة حسية، وده يعني نوع من الإيه؟ من التنطع يعني، لأن يكفي ظهور الشيء وانتشاره. فطبعا في إخبار عن المغيبات، في مثلا الإخبار عن بعض معالم الأمم السابقة وعلوم الأمم السابقة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ويكتب صلى الله عليه وسلم. أول إعجاز إيه؟
كتير يعني يروح في الزركشة أو في غيره. فلما أتى بالمعجزة قامت كدليل إلى قيام الساعة على صدق هذا الإيه؟ على صدق هذا الرسل. فصدقنا بالرسول بعد قيام المعجزة، فماذا يخبرنا عن إيه؟ عن أشياء نتبعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده نبدأ نكمل فيها شوية بعد الإيه؟ بعد الصلاة.